معاك في ما شاركت معكم الداليا ديال العنب ولا الشجره ديال العنب. دابا غادي نشارك معكم هاد الشجره ديال الهنديه. انتم كما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله، انا ما غاديش نحيدها حيتاش ما غاديش نقدر فيها الشوك، وداك الشوك صعيب الا قاسك في اليدين، كاين اللي كيعرف يحيدها. انتم ما شاء الله ما شاء الله فيها واحد المذاق رائع. حتى هاد الهنديه هادي حيدتها لينا الوالده ديالي وكليناها، زوينه 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 بزاف. هانتوما شوفوا تبارك الله ما شاء الله الخير ديال سيدي ربي. شوفوا ما شاء الله، بغيت نشارك معكم هذا وانا مسافره في العربيه. صراحه ما كاينش ما احسن من الجو ديال العربيه، الجو رائع والماء زوين كيحل لك الشهيه، واي حاجه كليتيها هنا كتجيك بنينه وكتحس بداك المذاق ديالها طبيعي بدون مواد حافظه وبدون ادويه. هانتوما شوفوا تبارك الله ما شاء الله، هادوك راهم ولاو صفر، هادوك سميت حيدو طايبين. هادو عاوتاني شوف هادو باقيين خضر، لونهم باقي خضر وليني زوين، وخا خضر عنده واحد المذاق خاص، مذاق مختلف على هادك اللي طايب. تبارك الله كيف ما كتشوفوا ما شاء الله. كما قلت لكم ما كاينش بحال الجو ديال العربيه، واي حاجه اي حاجه كليتيها هنا في العربيه سواء خضار او فواكه او كي فيه واحد المذاق واحد الطعم لا يقاوم، كيما حيتاش ما فيه لا دواء لا والو، كيكون طبيعي 100%. انتما تبارك الله ما شاء الله، سبحان الله. يعني هاد الشجره ديال الهنديه ما كتحتاج لا عنايه لا والو، كتغرس صافي وكتبقى هكا كتعطيها الثمار ديالها من العام للعام. ما شاء الله الخير ديال سيدي ربي. كما شاركت معكم العنب والهنديه، مازال نشارك معكم حويجات اخرين. تبارك الله كما كتشوفوا ما شاء الله شحال فيها ديال الهنديه تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله هاد الهنديه هادي الا قدرت نصاوب معكم الكونفيتير ديالها، دابا نصاوبو ما قدرتش. المهم انا درت معكم جوله في هذه الشجيره هذه ديال الهنديه، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وهذه هي الشجيره ديالي، كنتمنى تعجبكم.